بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. نعم، استشهاد بالقرآن في بعض الحالات، يعني مثلا لما يشوفوا الرئيس المصري مثلا في الزنزانة يقول فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، لما يشوفوا الرئيس التونسي يقول ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود، القذافي واستفتح وخاب كل جبار عيد. هذه الاستشهادات من القرآن على مثل هذه الحالات، أنت معها أو ضدها أو هي؟ هذه فيها تفصيل. الآية إذا نزلت على كافر محض لا يجوز نقلها إلى مسلم لم يخرج من الملة. ومن الأخطاء التي يقع فيها الناس أن الله جل وعلا قال وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فإن قلتها مقيدة جاز، وإن قلتها مطلقة لا يجوز، لأن الله قال بعدها وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، فلا يصلح إظهارها على. وهذا من أحيانا سببه بعد هيبة القرآن عن القلوب. من يعلم بهيبة القرآن لا يتجرأ أن يطلقه على كل أحد. نعم، ثل من هؤلاء الحكام أخطأوا تجرأوا، لكن لا بد أن يكون العقاب عقابا شرعيا لا عقابا انتقاميا. وقد نبه الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره أن كثيرا من الثورات إذا أتت يكون دأب أصحابها الانتقام ممن سبق، فيؤلف الدستور الجديد حتى يتوقى به من مضى، وهكذا. طيب، ولن يصل الناس إلى حل الدستور، كون يكون الدستور القرآن. بعض الناس يقول لك القرآن مفترض أنه يكون دستور أو المصدر يعني أساسي للتشريع، وبعضهم يقول أبعد القرآن عن السياسة ولا تدخلون، يعني لا تهين القرآن بإدخاله في معامع السياسة. لن يسوس الناس شيء أعظم من هدي القرآن، وقد قلنا في أول اللقاء أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. نعم. والله من هم الذين سادوا الناس وساسوهم؟ أنبياء الله، وأنبياء الله عليهم السلام أمرنا الله بالاهتداء بهديهم. وإلا من قال بهذا أخرج القرآن عن السياسة لم يفقه من القرآن حبة خردل.